انتهينا قبل قليل من اجتماع في مكتب المجلس دعي إليه الجانب الحكومي، وقد حضره من الجانب النيابي 23 نائب، وهو عدد كبير حقيقة في ظل الإجازة الصيفية حاليا. وأيضا حضر من الجانب الحكومي معالي رئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، ومعالي وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالإنابة، ومعالي وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة شؤون مجلس الأمة، والأخوة القيادات في القوات المسلحة في الجيش والشرطة والحرس الوطني. في البداية أود أن أبين شكري وتقديري لمعالي رئيس الوزراء بالإنابة على استجابته الفورية لهذه الدعوة، والتي أتت أيضا بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التجاوب بشكل فوري مع دعوة مجلس الأمة، والأخوة الأعضاء الفريق الحكومي الذين حضروا وقدموا إيجاز وتفاصيل الإجراءات بشكل كافي ووافي، كما قامت قيادات القوات المسلحة في الجيش والشرطة والحرس الوطني بتقديم عرض مفصل للأخوة النواب. نتيجة العرض الذي قدم اليوم من الجانب الحكومي، أستطيع أن أقول بأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق أو الهلع، لكن هناك حاجة ضرورية للاحتراز والاستعداد والجاهزية لأي طارئ، خاصة نحن في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة أثناء الغزو، ومثل ما نقول بالكويتي اللي ينقرس من الحية يخاف من الحبل، وأيضا لا يلدغ مؤمن من جحر مرتان. فبالتالي كان واجب على ممثلي الأمة أن يطمئنوا ليطمئنوا أبناء الشعب الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أي أمر مستقبلي، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات مع تمني أن لا تحدث. كمبدأ نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، لكن أكد الجانب الحكومي أنه على تنسيق كامل مع الأشقاء بالعراق بما يضمن استقرار العراق وعدم حدوث أي تداعيات تؤثر علينا في الكويت. أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أن مستوى التنسيق مع الجانب العراقي هو مستوى عالي، إجابة على أسئلة كثيرة قدمت من الأخوة، استفسارات من الأخوة النواب. أيضا تم التأكيد بأن التنسيق مع الدول الحليفة والصديقة وفق الاتفاقيات الموقعة معهم هذا الأمر موجود، والدعم والمساندة من كافة الدول الصديقة والحليفة موجود. احنا ما نبي نكبر الموضوع او نعطي اكبر من حجمه، لكننا نريد ان نستعد لكافة الاحتمالات. الوضع كما شرح لنا من الجانب الحكومي داخل العراق، ليس هناك تهديد عسكري او تهديد امني رغم استعدادنا لكل هذه التهديدات، الا ان التهديد او ما سأل عنه أغلب النواب هو كيفية مواجهة في حال لا سمح الله تفاقمت الأوضاع في العراق وانتشرت الفوضى، وبالتالي نتيجة ذلك كما يحدث في كل دول العالم يكون هناك نازحين من هذه الفوضى ومن هذه الاضطرابات، وكيف ستتعامل الكويت مع أي نزوح محتمل من الجانب العراقي. وتم شرح الاستعدادات الكويتية لهكذا احتمال بأنه تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كذلك تم الطلب من قبل النواب بأن يكون هناك ناطق رسمي يوضح
ويشرح للشعب الكويتي كل التطورات أو أي تطورات مستقبلية. وهذا أكد الجانب الحكومي أيضا بأنه ستصدر بيانات بشكل مستمر في حال حدوث أي تطور. يعني المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، لكن هناك حقيقة التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وهذا الأمر أيضا اتفق وأكد عليه كافة النواب. أعتقد وفق الشرح الذي عرض علينا اليوم كان في هناك اطمئنان لدى غالبية النواب بأن التنسيق بين أضلاع القوات المسلحة ممثلة بالجيش وبالداخلية وبالحرس الوطني تنسيق عالي المستوى، تنسيق استفاد من كل التجارب السابقة. وإن شاء الله يعني إن كان هناك من كلمة نريد أن نوصلها إلى أبناء الشعب الكويتي، فأعتقد الاستعدادات مطمئنة جدا. أيضا نقلنا كممثلين للأمة عن طريق الأخوة الحضور مشاعرنا وتقديرنا لكافة أبنائنا وأخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويوفقهم، وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية البلاد وضمان أمنها إن شاء الله.